وطن، يا وطن. شو بدك؟ ليش عم تعيط؟ بدي اعترف. قالوا لي عندك شيء تقول لي اياه؟ بدي اقول لك وين كنت ليله الحادثه. باخر سنه بعلاقتنا انا وفرح كانت القصص خربانه، وكان في حاجز كتير كبير بيني وبينها. يعني ما كنت عم، يعني انا وهي عم تفهم علي، ما هيك؟ ما كنت عم بتنام مع غيره. بالضبط، بعتقد انت رجال وبتقدر ظرفي. انا كنت عم حل مشكلتي برات البيت. ليلة الحادثة انا صحيح كنت بنواحي يجوني، بس مش مثل ما انت فكر. شو ده كان؟ اشرح لي. انا كنت مع مرة، مع بنت ليل، عارة يعني. أنا ما حكيت لأنه صعب علي أحكي. أنا مني هيك، ولا هي حياتي، ولا كان بدي أوصل لهون. المهم كيف بدنا نوصل لها هلأ للبنت؟ المشكلة إنه أنا ما بعرف شي عن البنت. أنا شفتها على الطريق وطلعتها معي بالسيارة. أنا لا بعرف من هي ولا شو اسمها. وأنت معود تطلع معك بنات عن الطريق ما بتعرفهم؟ لا أنا ماني معود. بعتقد أنت صرت تعرف الظرف اللي وصلني لهون. لما المرة اللي بتحبها بترفضك من دون ما تعرف ليه، ممكن تعمل أي شيء غلط. أنا رفضت شهور، مش مرة أو مرتين. يمكن كان بدي اعمل اي شيء لحتى يرجع لي ثقتي بحالي كرجال، او يمكن كان بدي انتقم لحالي، او يمكن هيدي حالي طبيعيه، ما بعرف. سيد سامي، اذا ما وصلنا لها للبنت اللي عم تقول انه هي حجه غيابك، بيكون ما تغير شيء، بيكون نحن مضطرين نحولك للقضاء. انت ما بتتذكر شكلها للبنت؟ يعني ما عندها شيء علامه مميزه؟ لون شعرها، او إذا عندها شي علامة فارقة على وجهها، ضفيرة، شي جرح؟ تاتو؟ كان في على رقبتها تاتو، هلا تذكر. تاتو شو؟ قلب فراشي او يمكن تنين، صراحه مش عم بقدر اتذكر. ماني مصدقه، حسوا عم كذب. أنا بعكسك سيدنا، ما بعرف ليش مصدقه، مع أنه عنا مشكلة. بطلع بدور على إبرة بكومة قش، بنت عندها تاتو على رقبتها. شو؟ حسك بلشت تتعاطف معه فجأة. وضعك أنت غير وضعه، أسبابك غير أسبابه. بكل الأحوال أنا برجع بقلك، سامي واحد كذاب. طب اعطيني فرصة لاقيها للبنت، يومين بس. حولني عمك فرح بيش. مرحبا، معك النائب جاد مسعود. ماما؟
من امتى فايقه؟ ما نمت، ما اجاني نوم. ماما، اذا سامي هو اللي قتل بيستاهل، هيدا قصاصه. القصاص الاكبر رح يكون لهالولد المسكين اللي ما له ذنب. لو بينفع انه نسقط حقنا بالقضيه ويتركوه، ما بدي هالولد ينحرم من بيه مثل ما انحرم من امه. منين اجتنا هالمصيبه؟ لا لا، ما بدي ما بدي. اللي مدي عم بقلب فكرة براسي ولازم قلك اياها. شو؟ نحن كلنا طنشنا الموضوع لما سامي طلب يعمل تحليل دي ان اي لعامر مشان الولد. بجوز خفنا من المسؤولية، ما كان بدنا تعقيد فوق التعقيد اللي نحن فيه. بس إذا هيدا الولد ابن عامر، ما رح نقدر نهرب من هاي الحقيقة. شو يعني؟ يعني لازم ينعمل التحليل ونعرف الولد ابن مين. وإذا اتضح إنه ابن ابني، لا، أنا أحق فيه من الغريب. مستحيل يكون ابن عامر، مستحيل. إذا بتطلعي فيه للولد ما بدها تحليل حتى. كوبي عنه لسامي، عطسه عطس. شفت صوره للولد على الفيسبوك؟ مش مثل ما انت عم بتقولي، بالعكس. شو عم تعملي؟ لحظة. ايه شو يعني؟ ما فهمت. الولد بيشبه عامر. هذا عامر لما كان بنفس عمره. طلعي فيها كأنه هو. ليكي ماما، الله يخليكي، لا تفتحي علينا هدول الابواب. مو ناقصنا فضايح ومصايب فوق الفضايح والمصايب اللي نحن فيها. بتعرفي شو يعني اذا طلع ابنه العامر؟ بتعرفي شو يعني؟ يعني الولد ابن حرام. برمضان نشوف. ولا وحده من هدول. طيب في شي وحده منكم بتتذكروا للاخ او مارق معها اثناء مزاولتكم للعمل؟ لا ما شايفته. لا ما بتذكر. لو سمحت فيك تبرم. هي مرق أول نهار وما صار شيء. سيدنا اتفقنا على يومين، بوعدك نلاقيها إن شاء الله. مهم تعمل لي المكتب لوكندا الأفراح أو فندق الوردة البيضاء. ليه هالأسامي التيرسو هيدي كلها باب عاشر؟ لأنه كل الوضع تيرسو ولا نجمة. بعدين إذا صاحبك إذا طلع بريء ومنه عامل شيء، لازم على القليل يتعاقب مشان ذوقه المرت بالنسوان. عراسي سيدنا. ايه حبيبي، بعدك بالشغل؟ لا انا باقيه شوي مطوله، عندي شويه حسابات خلصهم. ما تاخر بكره. لا
تصبح على خير. وانت من اهل. ايه حبيبه. لا خلص هلا انا بجيب عشا على البيت. اوكي. باي. ايه عامر. انا صرت لحالي. وين صفيت سيارتك؟ ما صفيتها هون لا تقلقي. اشتقت لك. حبيت واحد اسمه طلال. بقينا سوا شي 4 سنين وسامي كان رفيقه الانتيم. كنا نضل سوا نحن ثلاثة. وبيجي نهار وبيخبرني سامي انه طلال سافر. طلع من بلد مثل الحرامة. ما خبرني شي. بعد شهر تجوز وحده بتقربه. مانا كثير حلوه بس معه مصاري كثير. بعد سنه بيرجع على لبنان وقد ما انه وقح جرب يحكي معي. وانت شو عملتي؟ شو عملت؟ بهدلته. مسحت الارض فيه. هددته إذا بيرجع بجرب يحكيني حخبر مرته كل شيء. هو أكيد خاف. خاف يخسر كل شيء. عم بيسوق أحلى سيارة. عايش بأحلى منطقة. وأخيراً صار عنده حساب بالبنك. وسامي كيف تجوزتي؟ سامي؟ سامي من أول ما شافني حبك غرام. بس على السكات ومن بعيد لبعيد أكيد كرمال طلال. بس وقتها سافر طلال كنت مكسورة كتير وضعيفة كتير. كنت بحاجة لحياة لحدا حدي. بهالفترة أنا وسامي تربنا من بعض كتير. كنت حس الأوقات بس أكيد مش مشاعر حب. كنت اشتاق له وحس انه بدي احكي كل يوم. بس وقت رجع هداك الحيوان وجرب يحكيني كان بوقتها سامي قايل لي انه بحبني.
أنا أكيد كنت بعد ما جاوبته، بس قد ما انقهرت منه لطلال دغري دقيت له لسامي وقلت له إني بحبه. تاني نهار إجا شافه للماما. يعني كنتي عم تذاكري طلال سامي؟ لا مش بس هيك، بس شفت قد ايه سامي عن جد انسان منيح، حبني كل هالسنين وعالسكات وما كان ناطر مني شيء. شفت الفرق بينه وبين طلال، بس طلعت هالمشاعر كلها ما بتكفي للواحد يتجوز إنسان ويقضي كل حياته معه. هي قلبي خلاص شغلي بكير، البركة نظهر نتعشى، صرنا زمان ما ظهرنا. ميرسي حياتي. عجبوكي؟ كثير. طيب خليني اجيب اغراضي. ماشي. شو هي ريحة الدخامة؟ ابو سامر قايلت له 100 مرة، بكره حبهت له. يلا حياتي. سكر الباب. صح نسيت. هو وين عقلتك انت؟ شلون هيك بتقفلي علي وبتروحي؟ خرجك. عم تضحكي؟ اضحكي اضحكي. انت وين هلا؟ بمطعم عم نتعشى انا وياه. تعشي وأنا ميت من الجوع. طيب شو بدك تاكل؟ دبرت حالي، لقيت شوكولا أكلت لك إياهم بس كلهم. اسمعي، ما فيكي ترجعي تفتحي لي؟ لا مستحيل. طيب خلص أنا بدبر حالي. ما تخلي أبو سامر يشوفك. لا ما رح أخلي أبو سامر يشوفني، أنا بدبر حالي. ما تخافي. طيب باي. شو؟ عم تشربي قهوتك لحالك؟ طالعة بدي أعمل شوبينج وأوصل السيارة. بتاخدي على خاطرك من حديث امبارح. الحق حق، وإذا هيدا الولد من لحمنا ودمنا ما رح نتركه للأغراب يربوه. وتجيبي يربى هون مع ابني؟ بدك يعني أنا ربي ابن المراي اللي خربت لبيتي؟ قلت لك انا رح كون مسؤوله عنه، بضل معي ليصحى ابوه ترجع له صحته وهو بيقرر مستقبله. دغري ساويتي ابوه، هادي سامي يرضى يعمل التحليل من اساسه. غصب عنه سامي بده يقبل بالتحليل، وخصوصي بالوضع اللي هو فيه ما رح يقدر يتهرب.
ورح وكل محامي لاحق القصة. لينا لا تخلي الغيرة والكراهية يتحكموا فيك. كنت مارق بالمنطقة، قلت بركي بقطع بشرف الجيش هاي. مانك بحاجة لعذر، فوت فوت. شو عم تعمل جاد؟ شو عم تعمل؟ شو عم بعمل يعني؟ طب زيح عني، طب زيح خلص. ليك جاد، إذا بعد بتعيدها بعد شي مرة ما بقى خليك لا تجي لعندي ولا تشوف صورة وجهي. لك شو قصتك سمر؟ يا عم تعاطي معي بالطريقة هاي؟ هاي نغمة جديدة ها؟ عم تظهري مع حدا؟ شفت إنه مخك وسخ. لا مش عم بظهر مع حدا. بس عرفاني منك. عرفاني من كل جنس رجال. في شي بدك تقولي لي ايه؟ ايه بعرف انه الظرف صعب ومو وقتها بس لازم اقلك. ماما صباح بدها تعمل فحص طبي لحتى تثبت ابوة عامر لابنك شادي. انت شو عم تحكي؟ عنده نفس شكوكك. انا كنت مصدوم لما فكرت اعمل هيك. ما كنت بكامل وحي، بس لما هديت رجعت شلت كل الفكرة كلها من راسي. شادي ابني ومستحيل حدا ياخده مني. واللي بيجرب يحط ايده عليه انا رح اكسر له اياها. لينا انت لازم توقفي معي. لازم تقنعي صباح ما تقدم الشكوى وما تعمل تحليل. انا مش ناقصني مصيبة جديدة. انا لازم اطلع من هون. أنا لازم فيلم من هون بأسرع وقت ممكن. سامي وصلوا البنات. Thank you.
ما بدك تاكلي؟ لا مالي نفس. شو بكي؟ ولا شيء. تاتو؟ كل البنات بيعملوا تاتو. اعطينا اسمها، اسمها الأولانة على القليلة. ليك حضرة الضابط، أنا بعرف وحدة بتعرف كل البنات، فيها تساعدك تتلاقيها، بس إذا ما عرفتها هي للبنت، شيل الفكرة من راسك إنه تنبش عليها، لأنه مش رح تلاقيها أنت. طيب أعطيني أنت اسمها وعنوانها. أنا النقيب جد مسعود. ما عملت شيء، أنا مريضة ممكن موت. ما تخبريني حكاية هلا، خلص تقومي بالسلامة، ماني جاي كرمال هيك. عندك شيء تاتو على رقبتك؟ إيه عندي. فرجيني إياه. خليكي. بتعرفي لها الشاب؟ ايه يمكن ما بعرف. تذكريه منيح. يمكن اذا شفته بالحقيقه اتذكر، بس هيك بالصوره مش مبين علي. هي تذكرتيني؟ تذكرتيني؟ ايه تذكرتك. انت اللي قلت لي مستعد تطلق مرتك وتتجوزني، وقتها قلت لي قصيدة شعر. هلا في مجال تتذكري لي اي نهار واي ساعة؟ هذا بفيده اكثر. بحدود الساعة 2 بالليل، بس النهار صعب اتذكر. تذكري. ما عم بتذكر. كيف تتذكر اي يوم؟ وقتها كان عيد ميلادك. صح كان عيد ميلادي. وقتها قلت لك اني زعلانه لان ما في حدا يتذكرني ويعمل لي عيدي ويطفي لي شمعه. وغنيت لي هابي بيرثدي، شغلنا القداحه ونفخنا عليها سوا. معك بطاقه شخصيه؟ ايه ماي. وين؟ احيي بشرور. مظبوط 10/2 نفس يوم الجريمة. رح ابعتلك ناس من عنا يعملوا معك تحقيق، تمضي على الإفادة بترجعي انت. هيدي البنت طلع معها التهاب بالكبد الروسي، الفيروس بيقولوا له ايباتيت بي. شو يعني؟ روح اعمل تحليل لدمك، هيدا عوارضه قبل 21 يوم ما ببين.
صباح الخير، وين البنات؟ خليها تعمل لي فطور لبين ما بدل ثيابي واعمل دوش. حطي لك شي شغله نسمعها روقينا عند الصبح. ايه وين صرت؟ عن جد سوري، بس انه قلت اذا ما قفلت الباب اكيد حيشك انه في حدا جوا. اخ اكيد ما شافك ابو سامر جوا؟ لا 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 ما حدا شافني، اطمني. بس فقد ظهري فرد شقفه من نومه الكرسي. بعدين متل من الجوع اكلت الشوكولا اللي عندك كلها. لك صحتين على قلبك. صحتين على قلبي؟ يلا روحي هلا حكيك من المكتب وبركي بشوفك كمان. اوكي باي. ماشي باي. 4 5 6 7 1 2 3. دخيل البوسه معطيها. ازرق 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 ازرق. طقس حلو اليوم كثير، ما تضلوا قاعدين بالبيت، خديه وروحي مشوار. ايه بشوف. عم فكر بكرة نعزم سامي وفرح على العشاء. ايه منتسلى. خبرتيهم؟ لا لسه، قلت لحالي بسألك بالأول. يا ريت، ما في مشكلة. بعرف ماني مرتاحة. توقيت العزيمة ما ريحتني أبداً، خايفة تكون شاكة. قلت لك لا، بتكون حابة تتسلى معكم. حابة تتسلى؟ امبارح كان مسكر راسها منك، واليوم أنت راجع على البيت الصبح. كل هول دقت لي وعزمتنا؟ إذا بدك تعتذري اعتذري. حججي بسامي. بس أنا بفضل إنك تجي وتتصرفي بشكل طبيعي. أعتذر، أنا مرتاحة. مثل ما بدك. شو هيدا شو هيدا؟ منين أكلك يا بطة؟ يعني شوف هالمنظر. سامي شوف. شايف؟ رح تروحوا من إيديكم أكلة يبرق بالعصايص عملتها الست لينا، رح تندموا عليها. أنا كنت رح أندم من هلأ للعزيمة الجاية، وخصوصا بشوف الصور على الإنستغرام. وأنا كمان كنت رح حس خيانة، يعني تخيلوا قال عاملة كل هذا الأكل وطابخة وما بعرف شو وعازمة كتير ناس وما لي عازمتكم لكم. بشعة كتير بشعة. منيح اللي ضعفنا قدامك وجينا، لأنه أنا شخصيا كنت رح غص أنا عم بعمل لايك على الصور. هيدا بسموه أذى، ورق العنب مأذي. من جد نينا، هي أطيب مرة باكل فيها ورق عنب بحياتي. صحتين حبيبتي. مع إنه كنت عم بطبخ وكان مودي ما كتير منيح، كنت عم بدعي طول الوقت إنه إن شاء الله يطلع طيب الأكل. ليه في شي؟ ايه رفيقتي حاكتني قبل ما تجوا من الشام وعم تبكي وتقتل بحالها وما بعرف شو، قال جوزة عم بيخونها مع رفيقتها الانتيم وبدها تعمل لهم فضيحه وبدها تواجههم وبدها ما بعرف شو. شو بتعرفني؟ اذا عندها دليل ومتاكده ليه ما بتطلقه؟ عندها بنت منه حماره بتحبه. هلا انا قلت لها انه خلص لا تكبر القصص، لانه هي السير عاده لما بتكبر خلص ما عاد بتصغر وفيها خربان بيوت بقى. ما بعرف مزبوط عم بحكي ولا لا. خليها تطربق الدنيا فوق راس جوزها ورفيقتها. انا لو محلها بمزح في الارض وبزت له الولد وبمشي. الحكي سهل، بس لما يكون في ولد حسبي كلها بتتغير. اخي سامي الولد بيربى، بعدين اذا مره حلوه بتلاقي 10 غيره. حلوه رفيقتك؟ معقول انت؟ كربوجة ونعمة. كربوجة ونعمة، يمكن عرفتها. ابي اعطيها رقم تليفوني، خليها تتصل لي لحتى تستشيرني. حلون انت. سئيل لا ما بتعرفها. هي رفيقتي من ايام المدرسة. أنا برأيي تتأكد الأول، لأنه يمكن كلها تكون مجرد شكوك. يعني إذا طلع عن جد عم يخونها تتفاهموا وياه، يقعدوا مع بعض ويشوفوا ليش وصلوا لهون. مش هيك؟ يا حياتي أنا رايق. عن جد عم بحكي. سامي. انت عن جد رايق. انا اذا بنخان برتكب جريمه،
بقتله وبقتله. كنت على لحظة هتفتحنا قدام سامي. عم اقول لك عامر، من وقت ما فرجتني العقد وخبرتني عن اللي صار بيناتكم حسيت اشك بشي. ما تقفري فرح، ما بدك الهلد. بجوز يعني بجوز تكون شكيت بشي، بس خلص يعني انا وياك تصرفنا صح قدامها وقدام سامي. ما تقلقي. رجعت حكيت شي من بعد ما فلينا؟ ابدا. ما جابت سيري. ما بدي اجي لهون. خايفة كثير عامر. حبيبتي اعطيني الريموت اذا بتريدي. اعطيني اياه بليز. ما تخافي. هاي. اهلا. عندك فحص للحبل؟